اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه يوميه من برنامجكم همزه وصل. على مدار الساعه تقريبا نتناول احدى القضايا او الموضوعات المطروحه على الساحه والاكثر جدلا واهتماما ونشاطا ربما بين مواقع التواصل الاجتماعي او على المستوى المحلي والاقليمي بشكل عام وربما الدولي ايضا. بكل تأكيد موضوعات وحلقة برنامج همزة وصل لا يثريها إلا مشاركتكم التي تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمداخلات الهاتفية، حيث نتبادل نحن وإياكم والمتخصصين والمسؤولين الآراء حول موضوع الحلقة المطروح. بكل تأكيد همزة وصل هي التي تعني بأهم القضايا وعلى الساحة حاليا فكرة وموضوع وأحداث ريو دي جانيرو في البرازيل والبعثة الرياضية المصرية والإنجازات التي تحققت لأول مرة في تاريخ البعثات الرياضية المصرية، حيث شاركت في هذه الدورة أعداد من الرياضيين المجهولين للأسف وبكل أسف للكثيرين منا، ولكنهم استطاعوا أن يحققوا ما لم يستطعه الأصحاء وهذا بكل أسف. موضوع حلقة اليوم هو سيدور حول الطريقة، ما هي الوسيلة والطريقة المثلى لتكريم أبطال البعثة البارالمبية. هناك عدة مواقع وعدة سبل للتواصل معنا عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء آرائكم حتى يتسنى لنا طرح هذه الآراء على المتخصصين، نتبادل ونتشاور جميعا حتى نتعرف على أهم الجوانب الإيجابية وما يجب أن يتخذ ويتبع في المرحلة القادمة. التواصل سيكون عبر الأرقام 1435 من أي تليفون محمول وأي تليفون أرضي 0991 30. هناك أيضا بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكنكم إبداء رأيكم من خلالها، وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، إنستغرام. كل هذه السبل وكل هذه الوسائل تعبرون من خلالها عن آرائكم التي سننقلها ونطرحها على المداخلات الهاتفية حتى يمكننا التشاور والتحاور وتبادل الآراء في موضوع حلقة اليوم. بكل تأكيد قبل أن نبدأ موضوع البرنامج والحلقة دعونا نتابع التقرير التالي حول النتائج وما أحرزته البعثة الرياضية المصرية في ريو دي جانيرو في البرازيل. تشكل إنجازات أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية 15 التي أقيمت بريو دي جانيرو نموذجا مضيئا لثقافة النصر وإرادة التحدي وتفجير الإمكانية. فعلى الرغم من كل التحديات التي يواجهها أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، استطاع الأبطال حصد 11 ميدالية شملت 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، ليثبتوا بذلك أن الوطن ما زال ينجب الأبطال من صانع الفرحة. وفيتيا هم المبتدأ والخبر وهم صانعو الحقيقة والمستقبل. وشاركت مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 45 لاعبا ولاعبة في 5 رياضات، هي تنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة والكرة الطائرة جلوس. ويرى الخبراء أن النجاح الذي حققته البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية يستدعي مزيدا من الاهتمام باللاعبين واختيار أبطال جدد لمواجهة المنافسة الشرسة على المستوى الدولي والأفريقي، خاصة من جانب نيجيريا التي حققت 5 ذهبيات وتجاوزت مصر في الترتيب العام. من جانبها أكدت رئيسة اللجنة البارالمبية حياة خطاب أهمية الإنجاز الذي تحقق في ريو دي جانيرو الذي يستدعي البناء عليه خلال السنوات الأربع المقبلة لتجهيز منتخب أكثر قوة وقدرة على حصد أكبر عدد من الميداليات. يأتي هذا بينما ينظم مجلس النواب احتفالية كبيرة لتكريم أبطال مصر في الدورة البارالمبية بحضور رئيس مجلس النواب علي عبد العال ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز ورؤساء الاتحادات الرياضية. مشاهدينا استعرضنا معا من خلال التقرير الأرقام والمنجزات التي حققتها البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، وللأسف هذه الإنجازات لم يحققها أو تحققها البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي سبقتها،
ومن ثم علينا أن نلحظ أو نسلط الضوء على الأبطال الذين حققوا هذا الإنجاز واستطاعوا رفع علم مصر في أكثر من لعبة وفي أكثر من محفل ليؤكدوا أن مصر ولادة. ولكن السؤال هو كيف نكرم هؤلاء الأبطال ومن أين تكون نقطة البداية والانطلاق حتى نستمر في مثل هذه البطولات محققين منجزات تشهد أو يشهد لها العالم والساحات الرياضية بكل صورها وألوانها. قبل أن نبدأ موضوع حلقة اليوم دعونا نتعرف على أهم الآراء التي وصلتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونذهب إلى الزميلة عبير شوشة. إليك يا عبير. مساء الخير محمد، مساء الخير مشاهدين. الكثير من التعليقات والاقتراحات وصلت عبر فيسبوك من أجل تكريم هؤلاء الأبطال، يمكن من بينها ومن أبرزها تكريمهم من قبل السيد رئيس الجمهورية شخصيا، دعم الدولة لهم ورعايتها لهم في كافة نواحي حياتهم، إنشاء وإقامة نوادي خاصة بهم، إطلاق أسمائهم على قاعات رياضية. الحقيقة الكثير والكثير من الاقتراحات هم يستحقونها جميعا ويستحقون أكثر من هذا بكثير، لأنهم بالفعل رفعوا اسم مصر عاليا. أقرأ التعليقات بالتفصيل. البداية ستكون مع أبو علي نصر. يجب تكريم هؤلاء الأبطال من السيد رئيس الجمهورية شخصيا، لأن هؤلاء الأبطال رفعوا علم مصر ومثلوا مصر في دورة عالمية، فيجب تكريمهم ورعايتهم رعاية تامة من الدولة وإقامة أندية لهم لا تقل أهمية عن أندية كرة القدم وتلبية جميع متطلباتهم الحياتية من مسكن ورعاية ومدربين وخلافه. فتحية تقدير واحترام للأبطال الذين شاركوا في الدورة البارالمبية في البرازيل، لأنهم فعلا يستحقوا منا الكثير، وأقول لهم شدوا حيلكم يا أبطال، ودي بداية طيبة وموفقة. أما أشرف فاروق فكتب: أبطال الأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة نجوم بجد، أبطال التحدي سطروا ملحمة من الإخلاص والوطنية وتحمل المسؤولية، رفعوا علم مصر عاليا، نتمنى أن تقام لهم مراسم احتفالية بدار الأوبرا وتسليط الضوء عليهم إعلاميا، فهم نجوم مضيئة في سماء الرياضة المصرية. محمد العريشي: الوسيلة المثلى لتكريمهم هي توفير احتياجاتهم الحياتية مثل المسكن والمأكل والملبس، وتوفير فرص عمل تليق بهؤلاء الأبطال الذين حققوا ما لم يحققه غيرهم، هذا بجانب تكريم الدولة لهم على كافة المستويات. محمود مكاوي: السلام عليكم، البعثة البارالمبية هم أبطال التحدي عن جدارة وليس مجرد كلام، لأنهم حققوا ما لم يحققه الغير، حصدوا 12 ميدالية منهم 3 ذهبيات وبرونزيات وغير ذلك، فيجب تكريم هؤلاء أفضل تكريم ودعمهم بكل قوة من أموال ومساندتهم معنويا من كبار رجال الرياضة بل ومن رئيس الجمهورية والجماهير، لأنهم تحدوا ما لم يتحداه الإنسان العادي. وتحياتي. إذن اقتراحات كثيرة لتكريمهم، يعني المزيد من الاقتراحات والسبل المختلفة لتكريم هؤلاء الأبطال نستمع إليها من خلال زميلي محمد سليمان والمشاركات الهاتفية. فإليك محمد. أشكرك عبير وأشكر مشاهدينا الكرام على المشاركات التي وصلتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبكل تأكيد كل هذه الآراء هي مدرجة لمحاولة تكريم هؤلاء الأبطال. سنتعرف على أشكال وصور التكريم وسنتساءل كثيرا لماذا لا نعرف ولا يظهر هؤلاء الأبطال على الساحة إلا حين يحققون هذه الميداليات، بينما في ألعاب أخرى وفي بطولات ورياضات أخرى نجد أن العطايا تسهب والمنح والتكريمات للاعبين كثيرين غير ما تنفقه الدولة من تدريب وإعداد وخلافه على هؤلاء ولا يحققون أي شيء. دعونا ندخل إلى المكالمات الهاتفية، وسيكون معنا عبر الهاتف المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب، والأستاذة حياة خطاب رئيس البعثة المصرية بريو دي جانيرو، والأستاذ عصام الحسن الناقد الرياضي. نبدأ مع الأستاذ المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب من مجلس النواب. يعني أستاذ فرج، بعد التحية، كيف تقيم أداء البعثة المصرية في البرازيل وما حققته في بطولة الألعاب أو دورة الألعاب البارالمبية؟ أولا طبعا أنا بشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته في حقهم. طبعا أبطال الألعاب البارالمبية طبعا دولة أبطال، مش في الدورة دي بس، كل الدورات اللي هم سافروا فيها قبل كده في كل البطولات اللي هم سافروا فيها هم بيرفعوا اسم مصر عاليا وبيحققوا انتصارات كبيرة جدا سواء في الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية. طبعا تكريم رئيس الجمهورية، طبعا احنا طبعا ده
جاي من سياده الرئيس شخصيا ان هو هيكرم هؤلاء الابطال وادى توجيهات بان الجوائز الماليه بتاعتهم هتكون نفس الجوائز الماليه بتاعه الاسوياء بالنسبه لتحقيق الميداليات، وده طبعا شيء جميل قوي. احنا طبعا قد تقدمنا باقتراح وان احنا ان شاء الله البرلمان هيكرمهم بعد ما سياده الرئيس هيكرمهم، هيتم تكريمهم في البرلمان. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا في لجنه الشباب والرياضه مهتمين جدا بيهم، بحيث ان احنا في كل القوانين وفي كل النظم اللي احنا بنقرها احنا بنحط معامله لهؤلاء الابطال، سواء من حيث المنشآت، سواء من حيث التجهيزات، سواء من حيث اي شيء، ان هم بيكون لهم نفس الميزات ونفس الامتيازات ونفس الحقوق ونفس الواجبات اللي بتخص الاسوياء. وبندعو دايما اللجنه الاولمبيه البرلمانيه زي ما بندعو اللجنه الاولمبيه المصريه معانا في الاجتماعات، وبنعدل القوانين كلها بحيث انها تديهم نفس الميزات ونفس الاهميه، وبنشترط ان المنشات الرياضيه كلها تكون فيها تجهيزات لاستقبالهم وتدريباتهم وهذا الكلام. تمام، اتفضل. طبعا حضرتك بالنسبه لتوجيه الضوء عليهم وتوجيه الاعلام والكلام ده بالظبط، احنا يا باشمهندس احنا ما بنسمعش عنهم الا لما بيحققوا ميداليات، لكن هم بيعانوا الويلات في التدريب في الاعداد والى اخره. تمام اتفضل. الاعلام الرياضي طبعا ده احنا ما حدش له سيطره عليه طبعا، ده توجهاته جايه بقى من اللي هم رابطه النقاد الرياضيين والاعلاميين الرياضيين، اللي هم طبعا كره القدم هي واخده المساحه الكبرى واخده كل الاهتمام واخده كل شيء، سواء منهم او بالالعاب الفرديه الى اخر هذا الكلام، لان دي بقى مرتبطه بالاعلانات الى اخره. لكن احنا واجبنا وواجب كل مصري وطني ان هو يساند هؤلاء الابطال ويشجع هؤلاء الابطال ويكافئ هؤلاء الابطال، وان هم ياخدوا كل الميزات الحياتيه وتوفير الاعمال المناسبه لهم وحل مشاكلهم وحل مشاكل اسرهم وتوفير مسكن بالضبط كلهم. صحيح، ده واجب المجتمع كله ان هو يعني العطايا بتنهال على لاعبي كره القدم، وتنهال ايضا على مختلف اللعبات الاخرى فيما عدا هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يظهرون الا دول هياخدوا حقوقهم عن طريق تمام الوطن. باشمهندس ارجو ان تبقى معنا، نذهب الان للاستاذه حياه خطاب رئيس البعثه المصريه بريو دي جانيرو البرازيل على الهواء مباشره. يعني استاذه حياه بعد التحيه، من وجهه نظرك ما هو التكريم اللائق بابطال البعثه المصريه البارالمبيه؟ صباح الخير وتحيه ليك وللاستاذ العظيم فرج عامر اللي هو الحقيقه في الفتره الاخرانيه مهتم جدا بالرياضه البارالمبيه، وانا حضرت معاه كذا جلسه لنقاش قانون الرياضه، وكان مصر ان احنا اللجنه البارالمبيه ندي كل الاراء اللي احنا عايزينها واي شيء عايزين نديه. فطبعا انا عايزه اقول لك ان النشر اللي الاولاد عملوه يعني طبعا انت شايف احنا حققنا 12 ميداليه، منهم واحده لعبه جماعيه، فقال من سنه 2004 ما خدناش الميداليه في لعبه الكره الطايره جلوس، وامبارح الحقيقه كان نشر لمصر ونشر لنا ونشر لرياضه المعاقين في مصر. طبعا بالنسبه لل انا سامعه طبعا المهندس فرج عامر بيقول على المكافئات وعلى ان هم يتساووا، احنا خدنا وعد من الوزير المهندس خالد عبد العزيز ان هو هيساوي الاولاد بالمكافئات اللي هتدي لابطال اللجنه الاولمبيه، لان انا عايز اقول لك احنا اللجنه البارالمبيه دي موازيه للجنه الاولمبيه. تمام. يعني احنا الاثنين بناتي ذات نفس العمل وذات نفس المجهود، لكن احنا فوجئنا استاذه حياه بمنجزات اللجنه البارالمبيه، في حين ان اللجنه الاولمبيه لم تحقق مثل هذه الانجازات من قبل. يعني والله بص انا عايز اقول لك ان برضك لازم تعرف ان احنا الاعداد للابطال البارالمبيين من بعد ما خلصنا دورة لندن لغاية النهاردة احنا الاعداد بتاعنا كان لا يزيد عن 30-35 مليون، يعني شوف احنا صرفنا 35 مليون وجبنا 12 ميدالية. فطبعا انا عايزة اقول لك ان انا سعيدة بالانجاز ده، سعيدة باولادي، وزي ما كان المهندس فرج بيقول يا من فضلك يا مجتمع يا مصري القي الضوء على هؤلاء الاولاد. طب استغل وجودك معنا يا استاذه حياه، هل ترين اننا في حاجه الى وضع تشريعات او سن قوانين جديده تضمن وتحفظ حقوق لاعبي البارالمبيات، ومن ثم لنصب يصبح هذا الانجاز اسلوب حياه رياضيه في مصر؟
والله طبعا ايوه. وانا عايز اقول لك ان القانون الرياضي الجديد اللي اتوضع كان فيه طبعا نقط مهتميه جدا باللجنه البارالمبيه، واحنا النداء اللي انت بتقوله احنا حطيناه على الورق وقدمناه لمجلس النواب، وهم وعدونا ان هم هيدخلوه جوه في القانون الرياضه. زي ما بقول لك احنا الولاد دول يستحقوا التكريم، بذلوا مجهود. يعني كفايه ان علم مصر اترفع 12 مره في البطولات، ومرة في الافتتاح ومرة في حفل الختام، وده يعتبر نصر كبير لمصر وإنجاز. وأنا بقول إن ربنا ما بيضيعش مجهود أي حد بيعمله، والحمد لله على كل شيء. حتى لو طيل عليك أستاذة حياة، كيف يتم اكتشاف اللاعبين في مثل هذه البطولات البارالمبية وخصوصا من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بص، انت عارف ان عندنا قاعدة من النوادي ومن الهيئات، النوادي دي بتعمل بطولات جمهورية، بتعمل بطولات محافظات. احنا من البطولات دي بنطلع الابطال، بناخدهم بنضمهم للمراكز التدريب للمنتخب. واحنا ان شاء الله كمجلس ادارة واحنا قاعدين هنا قررنا ان احنا هنوسع القاعدة، هنهتم اكتر بالناشئين والشباب. انت عارف احنا عندنا ان شاء الله طوكيو 2020، عندنا بعض اللعيبة هيعتزلوا علشان كبر سنهم او اللي حققوا الحمد لله، فاحنا محتاجين ابطال جداد. واحنا شغالين من اول امبارح على الموضوع ده، ان احنا وبعدين وضعت له استراتيجيات يا استاذه حياه، وضعت له استراتيجيات ثابته بقى. ايوه، عاملين استراتيجيات، وعاملين استراتيجيات لكل الالعاب مش بس رفع الاثقال. لان انا كل الصحافه والاعلام بيسالني اشمعنى رفع الاثقال بس، هم اللي بيجيبوا، لان انا عايز اقول ان رفع الاثقال دي من الالعاب اللي متواجده معانا من زمن كبير. لكن احنا ومع ذلك احنا سمعنا لهم مطالب قبل ما يروحوا للدوره، مطالب متعدده وكثيره في الاهتمام والرعايه. كل هذا نتمنى استاذه حياه ان يكون في الحسبان حتى نستطيع ان نحقق المزيد من هذه الانجازات. استاذه حياه ارجو ان تبقينا معنا. تمام، نذهب الى الاستاذ الدكتور سامح سالم، عضو مجلس اداره البعثه المصريه. يا دكتور سامح، بعد التحيه مبروك على ما حققته البعثه المصريه. في وجهه نظرك، ما هي أرشد وأوضح السبل لتحقيق مثل هذه المنجزات وتكرار هذا النجاح المصري؟ دكتور سامح، حتى نتواصل مع الدكتور سامح نذهب إلى الأستاذ عصام الحسن الناقد الرياضي. أستاذ عصام، بعد التحية، هناك اتهام إن صح التعبير موجه إلى نقاد الرياضة والإعلام بشكل عام أنه لا يسلط الضوء الكافي على مثل هؤلاء الأبطال وعلى الألعاب ودورات الألعاب تحديدا في مثل هذه البطولات إلا حين تنعقد. الاول بس انا عايز اتكلم في نقطتين. انا بحيي كل الناس اللي مشاركين التحقيق دوت الجميل. اول نقطه، انا سمعت السفارج عامر بيقول ان هم بيدرسوا ان القوانين تحظى باهتمام بالمعاقين او يحصل تساوي ما بينهم وبين الاثرياء. طبعا الامر ده بالنسبه لي ادهشني الاول، لان من المفروض بل من المفترض ان يكون الكلام ده من الاول. لكن ان احنا ندرس بقى القوانين او نعدلها عشان يحصل تساوي، ده امر غير منطقي وغير طبيعي. ليه ما بنتحركش يعني الا ساعه الحدث يعني هو ليه ما يكونش استراتيجيه يعني في الدول الاخرى والدول الاوروبيه كلها لما بنشوف يعني نجاحاتهم بنلاقي انها دي استراتيجيه ونظم ثابته يعني. اتفضل. بالظبط، يعني احنا مش مستنيين، يعني المفروض من البدايه، وهم لما يسمعوا الكلام ده ان هم بيتعاملوا يعني درجه ثانيه، انا مش فاهم. المفروض ان احنا نعدل، لا، هي المفروض القوانين كلهم اسوياء، احنا زيهم، والقوانين والمزايا بتفرق على الكل. طب نرجع للاعلام والنقاد وتسليط الضوء على هؤلاء الابطال ومصر ولادة بالكثير يعني. ما انا كنت لازم اقول لك النقطه دي. اتفضل. لان ديت انعكاس الاعلام، بمعنى لما الدوله تهتم كوزاره الشباب والرياضه للانديه والاتحادات تهتم، طبيعي وتلقائي الاعلام بيهتم. ده ألف به، وانت حضرتك اعلامي ومعارض وفاهم الكلام ده كويس. طيب سبب القصور، سبب قصور الدوله يعني لماذا تتراجع الدوله في هذا تحديدا؟ ما هو الكلام اللي انا بدات بيه، نفس الوزاره نفسها ما اهتمتش بيه، الانديه ما بتهتمش بيهم. انتوا بتتكلموا دلوقتي ازاي بيتم اختيارهم، انت حضرتك سالتها ازاي بيتم الاختيار. الانديه بتعمل مسابقات، المسابقات دي مش كافيه، ما فيهاش اهتمام كافي، ما فيهاش ضخ
وما بيعلنش عنها الاعلان الكافي. ما هو انت لما تهتم الانديه لما يحصل منافسه قويه تلقائي يا فندم الاعلام بيسلط الضوء على المنافسه القويه، على البطوله القويه، على اللعبه القويه. تمام. اذا استاذ عصام نطالب الدوله ب 1 2 3 لوضع هذه الالعاب على استراتيجيه الرياضه المصريه. اتفضل. اولا وزاره الشباب والرياضه تهتم بالمجموعه دي او بالمعاقين. انا في فرق يا جماعه، ان في كلام اتقال دلوقتي ان المعاقين هم ذوي الاحتياجات الخاصه، لا، في فرق بين ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين. احنا بنتكلم دلوقتي على المعاقين، يبقى لازم نهتم الاول من خلال وزاره الشباب والرياضه بالمعاقين ومسابقتهم والانديه، وندي تسهيلات للانديه وندي دعم للانديه، لان الالعاب ديت ما بتحققش ايرادات، فالانديه طبعا هتبقى ايدها مغلوله شويه في انها تضخ فلوس بتعمل مسابقات ما لهاش مربوط عائد مادي، فيقول لك انا بخسر. لا، فانت لازم الدوله تشارك الانديه. تمام. تضخ لها فلوس وتدعمها في الالعاب ديت او للمعاقين بصفه خاصه، عشان يبتدوا يبقى عندهم شجاعه وجراه ان هم يخططوا للمعاقين بشكل افضل. تمام. لما يخطط بشكل افضل هتبقى في منافسه اقوى، هيطلع مواهب اكثر، هتنافس اقوى في هتبقى منجزات اعتياديه وهنتعود على هذا الامر. تمام. خلاص. بالظبط، هتخش في دائره الرياضه المشهوره. طيب استاذ عصام، ارجو ان تبقى معنا، نذهب نعود الى الدكتور سامح سالم، تواصلنا معه عضو مجلس اداره البعثه المصريه. يعني دكتور سامح، تهنئه بما حققته البعثه البارالمبيه في المشاركه والمنجزات ورفع علم مصر في اكثر من لعبه. ما هي اهم المطالب من وجهه نظرك حتى تصبح هذه البعثات متاكده من تحقيق انجازات ونجاحات، ولكن ليست وليده الصدفه اذا صح التعبير؟ يعني مساء الخير عندكم وصباح الخير عندنا. احنا عندنا الساعة 10:30 دلوقتي، وبصبح عليكم من ري القرية الأولمبية، وبنشكر حضراتكم طبعا لإثارة موضوع المعاقين وبطولاتهم، موضوع شائك الحقيقة. والحقيقة مصر احنا عدينا 90 مليون، عندنا معاقين نسبة كبيرة، عدد الممارسين لرياضة المعاقين الحقيقة لسه ما زال قليل. يعني ايه السبب؟ السبب يا دكتور سامح، سبب ليه مش كافي العدد؟ يعني ما حضرتك اصل احنا بنتكلم عن المعاقين، طب ما الرياضه برضو مازال برضو، يعني في كره اليد احنا المسجلين بيلعبوا كره يد في مصر مثلا بالنسبه للاسواق كم 1000 13 14 اللي بيمارسوا منه حقيقه 2000 3000، في المانيا 2 مليون مسجلين. بالظبط، يعني كل دول العالم يعني البطولات اللي بنشوفها. طب احنا عايزين روشتة يا دكتور سامح، عايزين خطوات اليات محدده توضع او تطالب بها الدوله والاجهزه المعنيه للاهتمام بالالعاب الاولمبيه والبارالمبيه. اتفضل. الروشتة تبدا من مراكز الشباب ومن القرى ومن نشر الرياضات والوعي، بحيث ان كل قريه، كل ناجعه، كل مركز شباب، كل نادي من الاقاليم، مش لازم النوادي الكبيره، ولازم ننسى النوادي الكبيره خالص في الموضوع ده. نسبة المعاقين أكثر في الأماكن النائية أكثر، وكلها رياضات في منتهى البساطة، إمكانيات مادية تكاد لا تستر بالنسبة للعبة زي كرة القدم أو الألعاب الجماعية الأخرى، ده كان اللعبات الفردية دي. طب دكتور سامح معلش المقاطعة، طيب رجال الأعمال دورهم فين؟ يعني لم نلحظ أو لم نسمع بالدرجة أو بالمستوى الكافي عن دور فاعل لرجال الأعمال في مثل هذا الحقل. مين حضرتك من رجال الأعمال عنده استعداد يرعى رياضة المعاقين؟ يا ريت. احنا بندوخ يعني. احنا هل اتعرض عليهم يعني اتعرض عليهم واعرضوا؟ هو رجل اعمال يعني لا يدرك، رجل اعمال الناجح اللي عمل ملايين او مليارات لا يدرك ان في معاقين في مصر محتاجين مساعده، مش هدوم ولا لبس ولا جزمه ولا شنطه، ده محتاج يلعب رياضه علشان يخفف على المجتمع وينشر علم بلده ويساعدوا بطريقه ايجابيه وليست سلبيه. الناس دي بتكافح عشان توصل للمراكز دي، صح؟ طب والمجتمع المدني برضه يا استاذ عصام؟ يا دكتور. يا فندم بعد اذن حضرتك، احنا فاهمين الحياه غلط. احنا بنيجي نعمل مائده الرحمن نصرف علفات، ثم تروح تعمل له تجيب له بار حديد وبنش مش هيكلفك ملاليم، وهتعمل منه بطل في الاخر وتخليه يندمج. روح نادي، روح مركز شباب. احنا دايما بنروح على الاكل وعلى اللبس، ليه ما بنروحش على الرياضه؟ مع ان الرياضه هتحل مشكله اللبس والاكل،
حضرتك فاهمني يعني يا فندم. يا فندم هي الرياضه هو يعني احنا عندنا كل، هل نقدر نقول يعني كل وعي باهميه ودور الرياضه؟ يعني الرياضه دي بتدخل دخل قومي لبعض بلدان العالم، يعني في بتعد من ضمن احد بنود الدخل القومي. يعني هل على المستوى المدني، المستوى رجال الاعمال، المستوى الاعلامي نجل هذا؟ احنا يا فندم احنا عملنا تجربه بمنتهى البساطه من الثمانينات في مركز سعيد لعجوز القوات المسلحه، وانا بتشرف ان انا طبعا كنت بنتمي للقوات المسلحه، وبدانا نعلم المعاقين ازاي يعملوا مكن تريكو وازاي يشتغلوا يدويه، اعمال يدويه ناجحه، وما شاء الله دلوقتي بقى هم رجال اعمال، خرجوا من المركز اللي كان معاق، اللي كان عامل مشاكل على طول صحيا ونفسيا، خرج وبقى بينتج وبيشتغل، وبقى لانه المعاق اصلا شخص معاق حركيا مش ذهنيا، يعني مشكلته في الحركه، يعني يقدر يتحرك، يعني يقدر يفكر، يقدر يتعامل، يقدر يشتغل، يقدر يعمل. احنا تمام. كلنا بنشتغل برجلينا ولا بايدينا. يعني احنا بدانا تسليط بدانا دكتور سامح بدانا تسليط الضوء على ما حدث وما تم انجازه بالفعل. توقعاتكم للاستقبال والتكريم والحفاوه التي يجب ان تلقاها البعثه كامله؟ والله تقدير الدوله للابطال اللي رفعوا راس مصر وجابوا ميداليات وشرفوا مصر في العالم ورفعوا علمها ورفعوا ذكرها، والناس هنا يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا بنلعب امبارح على الميداليه البرونز ضد البرازيل جوه البرازيل، والجماهير بتحييهم روح رياضيه جميله. اذا كان البرازيليين يعني مقدرين ابطالنا فعايزين نشوف الدوله الاستقبال طبعا يا ريت يكون مشرف، بس اتمنى اكثر ان الدوله تحط خطه لرعايه البارالمبيك، لان هم دول الحقيقه اللي بيرسموا البسمه. ممكن نضاعف ميدالياتنا بمجرد مساعدات بسيطة، بمجرد تخفيض بسيط جدا، احناش عايزين ارقام خيالية ولا فلوس تمام. خيالية. تمام. وصلت الرسالة. الدكتور سامح سالم عضو مجلس ادارة البعثة المصرية بريو دي جانيرو، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، والاستاذة حياة خطاب رئيس البعثة المصرية بريو دي جانيرو ايضا نشكرك على هذه المداخلة، ونتمنى لكم البعثة بالكامل كامل التوفيق، والاستاذ عصام الحسن ناقد رياضي ايضا نشكرك على هذه المداخلة، ونتمنى من الاعلام والنقاد والمجتمع المدني ورجال اعمال تسليط الضوء على لاعبي الاولمبيات والبارالمبيات حتى تصبح الرياضه في مصر منهجا واسلوب حياه وسلوكا، وليست مجرد مصادفه او مواقف تحدث بين الحين والاخر نتعرض لها ثم سرعان ما تذهب او ينساها الجمهور. مشاهدينا الكرام دعونا نتعرف ونرى وجهه نظر الشارع المصري في تكريم لاعبي بعثه البارالمبيات في البرازيل. احنا لازم نحافظ عليهم ونكرمهم والعائد المادي بتاعهم مظبوط، حتى لو نعملهم منشأة او مجمع باساميهم او ننزلهم في الكتب المدرسية ونذاكرهم، والاطفال تبص لحاجة زي كده تبقى عايزة تعمل حاجة لبلدها. يعني بعد كده نقدر نشجعهم بامتيازات مالية حلوة، نقدر نحط اسمائهم في حتت من الميادين، اسم مثلا فائز من الفوائز اللي هم امتازوا وخدوا الميداليات، نحط اسمائهم في شارع يعني شارع يعني معروف أو شارع كبير أو في الميدان، نحط أساميهم على المدارس، في بعض الكتب الدراسية بالنسبة للشباب اللي هم في ابتدائي وإعدادي الثانوي نحط أسماء الناس دي، حتى نشجع بعض المعوقين اللي هم في المدارس الصغيرة دي يقدر يعملهم زيهم. لازم يكون لهم امتيازات خاصة، لازم الإعلام يديهم حقهم، لازم الدولة تدي للناس دول أفضلية، وهي ما فيش حاجة اسمها فرق بين إنسان عادي وذوي الاحتياجات الخاصة، هو الفرق في القدرات، والناس دي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بقدرات خاصة، وهذه القدرات خاصة إذا ما وظفت هتشرفنا أكتر من مرة، مش في البطولة دي بس، لا في كل بطولات العالم. نكتب لهم مثلا شوارع باساميهم، مثلا مدارس، نبني لهم مثلا حاجات، ندي لهم مثلا نكرمهم بفلوس مثلا، نعمل لهم يوفت في ميادين يكون في عائد مادي، ويعني المفروض يتكرموا تكريم، ونعمل لهم شوارع باساميهم، مدارس، نشجعهم ماديا ومعنويا. الناس دي لازم يكون لهم دعم، الدوله كلها تقف وراهم وتدعمهم وتعمل لهم كل اللي هم عايزينهم عشان يبقى في مثلا في استقرار ليهم، استقرار فني، استقرار اجتماعي، استقرار مادي على كل المستويات. يعني انتفاضة رياضية سرعان ما يذهب بريق هذه الانتفاضة
احتفاء بلاعبي وبعثة الرياضة البارالمبية أو الدورات البارالمبية واللاعبين الأولمبيين، ولكن نتمنى أن تصل الرسالة إلى الجميع رجال الأعمال والمجتمع المدني والقائمين على هذه الألعاب أيضا حتى تستمر هذه البطولات. مشاهدينا الكرام، دعونا نتعرف على بعض الأراء التي وصلتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعودة مرة أخرى إلى الزميلة عبير شوشة. إليك عبير. نعم محمد، مجموعة جديدة من الآراء والاقتراحات بشأن تكريم هؤلاء الأبطال. أبدأ به هاني ثابت الذي يقترح توفير تدريب ذي جودة عالية، إنشاء نوادي بارالمبية في مصر. أيضا ناهد الكرم، اسمهم على قاعات رياضية وبوسترات عند أبواب النوادي حتى المسابقة القادمة. أما عويضة عويضة، بعد أن حصدت البعثة المصرية المشاركة ب45 لاعب ولاعبة في دورة الألعاب البارالمبية التي احتضنتها المدن البرازيلية ب12 ميدالية، منها 3 ذهبية و5 فضية و4 برونزية. هذا الإنجاز الرائع الذي قدمه متحدو الإعاقة يعتبر فخر للرياضة المصرية، لذا يجب الاحتفال بهذه البعثة وتكريمه من رئيس الجمهورية شخصيا، وعمل احتفال كبير يليق بمكانتهم، لأنهم بالفعل حققوا ما لم تحققه بقية الألعاب المصرية منذ عام 1988 حتى 2012، وحصدوا في هذه الفترة ما يقرب من 134 ميدالية. وألف مبروك للبعثة المصرية التي رفعت علم مصر خفاقا عاليا في سماء البرازيل وسط هتافات ومؤازرة الشعب البرازيلي الطيب. إسكاف كافو، أولا تعريف الشعب المصري قاطبة من هم أبطال مصر، مع إنشاء أندية خاصة للأبطال وتسميتها بأسمائهم، هذا أقل واجب للأبطال. بالفعل هذا أقل شيء محمد إبراهيم، يجب مساواتهم بالأسوياء من حيث الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تحفيزهم نفسيا وماديا. محمود الضوي، مبروك للوطن وللشرفاء من أعضاء البعثة البارالمبية الذين رفعوا اسم وراية علم مصر خفاقا. عادل أبو شنب، الوسيلة المثلى لتكريم أبطال البعثة البارالمبية من وجهة نظري هي رعاية هذا الحدث الهام لدعم أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا عمل حفلة غنائية على أعلى مستوى من الأغاني الوطنية. عمر حراز، ميداليات ذهبية أقل حاجة ممكن نقدمها ليهم. حسن المجري، توفير كافة الخدمات والاحتياجات الخاصة لهم، ويريد نطلق عليهم مسمى أبطال التحدي. هم بالفعل أبطال التحدي، نجوم في سماء مصر كما وصفهم وصفتهم التعليقات. يعني ننتظر عودتهم بفارغ الصبر. وإليك محمد شوشة، وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه المشاركات وعلى هذه الآراء، ونتمنى من المجتمع المدني ورجال الأعمال والدولة الاهتمام بمثل هؤلاء الأبطال. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نبدأ الفقرة الثانية من برنامج همزة وصل، وهي حقيقة خبر لتفنيد وضحض الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام للأسف. ابقوا معنا. لا تزال الكتائب الإلكترونية التي تهاجم الفكر المصري وتحاول تشتيت العقول واستغلال ضعاف النفوس من نشر الشائعات لا تزال تواصل أعمالها. هناك شائعة ظهرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف تناولتها بعض وسائل الإعلام، حول موضوع أن مصر وصلت إليها شحنة قمح مصابة بفطر الأرجوت من رومانيا. وزارة الزراعة وهي الجهة المسؤولة والمعنية بهذا الأمر نفت هذا الأمر تماما، رغم أن منظمة الأغذية العالمية هيئة دستور الغذاء العالمي كودكس كانت قد أصدرت تصريحا بأن هناك نسبة يمكن السماح بها لهذا الفطر، إلا أن مصر أكدت وزارة الزراعة لم تقبل أي شحنة وأي نسبة من هذه الأقمح. دعونا نتعرف على حقيقة هذا الخبر ونضحط هذه الشائعة من المصدر المتخصص. سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عيد حواش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. يعني أستاذ عيد، ما هو تعليقك على هذه الشائعة؟ بداية تحياتي ليك أستاذ محمد، تحياتي للإخوة المشاهدين، وأنا عاوز أكد لحضرتك أن هذا الخبر عاري تماما من الصحة، ولم تدخل البلاد أي حبة قمح واحدة مصابة بفطر الإرجوت. التشريع الزراعي المصري بيمنع ذلك، هو زيرو زيرو تولرانس، مفيش أي نسبة من فطر الإرجوت. وإحنا زي ما بنحترم التشريعات الزراعية الدولية، يجب على الدول أن تحترم تشريعاتنا الزراعية. لما بيبقى في بطاطس مصدرة من عندنا، إذا وجد بها عفن بني بترفض الشحنة.
وبالتالي هناك تجديدات في الحجر الزراعي لدى الدول المختلفة، وبالتالي احنا بنشدد حفاظا على الثروة النباتية المصرية. طب أستاذ عيد، أستغل وجود حضرتك معنا، هناك أيضا شائعات مختلفة ومتنوعة الأساليب والطرق حول ما أنه توقع على مصر بعض العقوبات من بعض هذه الدول لعدم استقبال الصادرات المصرية مقابل رفض مصر استقبال هذه الأقماح المصابة، إلى أي مدى صحت هذه الشائعات أيضا؟ لا لا لا، كل ده شائعات وكلام موجود على التواصل الاجتماعي ولا يعتد به. احنا زيادة في الصادرات، عندنا زيادة في الصادرات الزراعية المصرية. المنتج الزراعي المصري بيتمتع بجودة وسمعة عالمية طيبة جدا في كل الدول، وتأكيدا على ذلك زيادة في حجم الصادرات الزراعية المصرية. احنا وصلنا السنة دي لحوالي 5 مليار، كنا 4 مليار، وصلنا لخمسة مليار بالمقارنة بالعام الماضي. وبالتالي النهاردة احنا فتحنا اسواق جديدة، ضبطنا الحجر الزراعي المصري، ليس لدينا مشاكل. اما بتبقى في مشكلة مع دولة بيبحث هذا على مائدة المفاوضات، وبيتم حلحلة كل هذه المشاكل العالقة. لكن انا عاوز اكد لحضرتك ان المنتج الزراعي بخير، والصادرات بتزيد يوما بعد يوم بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية. تمام أستاذ عيد حواش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، نشكرك شكرا جزيلا على دحض هذه الشائعة، ونؤكد لمشاهدينا الكرام أنه ليست هناك أي حبة قمح دخلت إلى مصر أو ستدخل مصابة بفطر الجوت هذا. مشاهدينا، هناك خبر آخر يقول أن السعودية تفرض ضوابط صارمة على الحاصلات الزراعية المصرية، والدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة حول ما تردد لهذا الخبر، أكد أن الحاصلات الزراعية المصرية ذات معدلات عالية، وأن هذا الخبر عار تماما أيضا عن الصحة. سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحميد الدمرداش، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية. يعني أستاذ عبد الحميد رئيس شعبة المصدرين، بعد التحية، إلى أي مدى صحت هذا الخبر أن السعودية تفرض ضوابط صارمة على الحاصلات الزراعية المصرية؟ أستاذ عبد الحميد الدمرداش، أستاذ عبد الحميد هل تسمعني؟ طيب، حتى نتواصل مع الأستاذ عبد الحميد الدمرداش رئيس شعبة المصدرين، أعيد على حضراتكم الخبر الشائع مرة أخرى، تفرض ضوابط صارمة على الحاصلات الزراعية المصرية، وأن الدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة نفى تماما ما تردد حول فرض المملكة العربية السعودية لهذه مثل هذه الضوابط. وقالت وزارة الزراعة السعودية أنها أرسلت خطابا تطالب به بإرفاق شهادة من جهة رسمية مصرية مع كل إرسالية للمحصول، نفى كل هذا، أشار إلى أن الفواكه التي ترسل إلى المملكة العربية السعودية أو غيرها هي عالية الجودة. وكما سمعنا مشاهدينا الكرام أيضا قبل دقائق من الأستاذ عيد حواش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الحصات الزراعية المصرية سواء الفاكهة أو غيرها على جودة عالية، وأن كافة الأسواق تستقبل هذه الحصات دون فرض أي رقابة أو ضوابط. طب عموما يبدو أننا تواصلنا مع الأستاذ عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. أستاذ عبد الحميد، بعد التحية، مدى صحة هذه الشائعة أن السعودية تفرض ضوابط على الحاصلات الزراعية المصرية؟ لا، هذا لم يحدث. هو في الواقع الأمر كان في بعض الشائعات بتقول أن الفراولة بتاعت مصر بتسبب فيروس A، وفي الجبن بيستعملوا الفورمالين وبيبيضوا الرز بالجير. هذا الكلام ده كانت إشاعة، وإشاعة مغرضة، وأعتقد أن هناك لعب كبير جدا هذه الإشاعات من بعض الجماعات اللي حضرتك تعرفهم. والسعودية عملت نشرت بيان أن هي قامت بتحليل كل هذه المواد وطلعت أنها نظيفة 100%. طيب،
وبالتالي لم يتم وقف نهائيا ولا هي ولا الدول الامارات ولا اي حاجه. تمام. اذا استاذ عبد الحميد ننتظر منكم دائما دحض مثل هذه الشائعات وملاحقتها حتى لا يتم تشويش العقول بمثل هذه الاخبار الكاذبه. استاذ عبد الحميد دمرداش رئيس وحده التصدير نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. ومشاهدينا الكرام في نهايه حلقه اليوم اعرض عليكم سؤال حلقه الغد وهو بعد زياده اسعارها بشكل كبير كيف يمكن ضبط اسعار مستلزمات المدارس؟ كنتم مع برنامج همزه وصل، نتمنى المزيد من المشاركات ودمتم في امان الله والى اللقاء الغد ان شاء الله.